مساء الخيرات عليكم جميعا، وحشتوني جدا جدا. عايزه اقول مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مش على الفوز، على الاهم من الفوز. انت كده كده بالنسبه لك خلاص الموضوع اتحسم وخلصان، ولكن اللي احنا كنا بنقوله طول الفتره الماضيه من قبل ما يبقى الموضوع محسوم لفريق اخر، يا جدعان البركه بالشباب، يا جدعان بصوا للناشئين. احنا عندنا لعيبة كتيرة جدا، شباب محترم، لعيبة كورة، جعانين كورة، جاهزين مستنيين، ولكن لا حياة لمن تنادي. فوز اليوم انا بهديه لكابتن بيبو وبقول له شكرا يا كابتن بيبو على قراراتك، شكرا علشان انت خلتنا نشوف الحلويات دي، وشكرا على ان انت رجعت لنا هيبة النادي الاهلي اللي كانت فعلا ابتدت تضيع بسبب استهتار بقى ولا بدني ولا ايا كان. مش عايزه افضل اتكلم في كلام قلناه قبل، ولكن بالاخير شفنا مباراه اليوم كره قدم، متعه كره قدم فعليا. الشباب عندها كوره حلوه جدا جدا، عندهم الرجاله اللي انا بشوفهم رجاله، قلنا قبل شفناهم في كاس الرابطه كانوا لسه عملوا حاجات كويسه، النتائج ما كانتش احلى حاجه، ولكن لما تديهم الثقه ولما يبقى رجليهم بالملعب، دعم فريقك، دعم فريقك بواحد اتنين تلاتة من الشباب علشان الفرقة ما تقعش. بكل أسف يعني مش عايزة أقول بقى خلاص اللي حصل حصل، ولكن استمتعنا اليوم وفرحنا اليوم وعرفنا ان احنا مستقبل الأهلي بخير. وقصة ان انت زي ما كنت بقول تروح تجيب لعيبة بالملايين وتحطهم دكة، سواء محترفين او لعيبة عادي من الدوري بتاعك، اللي انا بشوفه فقير. انا من وجهه نظري المتواضعه بشوف الدوري بتاعنا فعليا فقير، يعني انا ما عندناش مواهب، يعني ده سوبر ستار وحد يستحق ان هو يلعب في النادي الاهلي، يعني الا لاعب او اتنين. فالموضوع بقى مش ان هو انت زي زمان كده هتلاقي بقى تريكه وبركات ويعني وتنقي وبراحتك وتجيب واحد واتنين وتلاته، لا طبعا الموضوع اختلف تماما. فلما يكون انت في القطاع بتاعك عندك شباب كويسه ومؤهله ورجاله، ودي اكتر حاجه شفتها اليوم، رجاله وثقه وثبات وكل حاجة، يعني كل حاجة، وكرة حلوة، وكرة حلوة، وتحس كده ان اللعبة دي واقفة على رجلها، ما تحسش ان هم شباب مهزوزين ورهبة الملعب ورهبة ان احنا دلوقتي على عاتقنا ثلاث نقط مهمين طبعا علشان الشكل العام. فما حسيناش ده خالص اليوم، بالعكس شفنا اداء متميز، شفنا شوط اولاني من اروع ما يكون، شفنا اللعب وان تاتش، يعني فعلا من وان تاتش، ما فيش بقى حاجة اسمها تقف على كرتك وتبص ورا وترفع عينك وترجع، وشفنا السكند بول الاهلي بياخدها، شفنا ضغط عالي، شفنا جمل. يعني اليوم بامانه وخصوصا الشوط الاولاني انا كنت مستمتع جدا جدا، وشايفه ان الشباب الحلوه الرجاله الحلوه دي تستحق فعلا، او كانت تستحق انها تاخد فرصه من زمان جدا. بعد مباراة اليوم اعتقد كلنا اتاكدنا كده يقينا ان كريم فؤاد ده ما يقعدش لحد دك، ان مفيش حد موجود في النادي الاهلي يقدر يقعد كريم فؤاد، لان اللاعب بسم الله ما شاء الله طياره نفاسه، انا اتكلمت عنه اكتر من مره. وفكره ان يكون عندك كريم فؤاد وتحطه دكه وهو جاهز او هو ما عندوش اي اصابه لحساب اي لاعب تاني، اعتقد دي حماقه يعني ما يتقالش عليها الا كده. كريم فؤاد بسم الله ما شاء الله عليه، في كل خطوه بيخطيها تحس انه لاعب عنده خبره في الملعب بشكل غير طبيعي، وعنده ثقه وعنده رجوله. كرات كتير قوي لما نلاحظ ان كريم فؤاد بيبقى ممكن يقع وبيبقى حد بيعمل مثلا عليه تاكلينج او حاجه، او ممكن كرة تبقى فاول فعلا صحيح، هو بيكمل على الكوره وبيفايت وبيقع ويقوم يقف ومش مستني الصفاره، يعني مش لاعب. عارفين في لعيبه بتلعب على الصفاره اللي هو خلاص الحكم صفر تمام اقع بقى وما كملش على الكوره، لا كريم فؤاد بيكمل على الكوره وعايز يدي، وعنده كتير جدا وعنده روح عاليه جدا. فمن وجهه نظري انا بشوف كريم فؤاد الله اكبر عليك يا ابني، انت ما ينفعش تقعد دكه لحد. محمد اشرف برده من اللعيبه اللي انا شفتها تقيله جدا في الملعب. اللعيبه دي طبعا كلهم انا الكلام اللي بقوله ده حط عليه ان هو طبعا محتاج بقى حساسيه مباريات والخبره. طيب محمد اشرف لاعب انا شايفاه كويس جدا جدا، رؤيته حلوه، تحركاته حلوه، تمركزه حلو، عينه حلوه، هو بس ناقصه ان هو فيزيكلي يبقى اشد شويه، انا محتاج يعني محتاج شويه قوه بدنيه اكتر من كده، ولكن تحركاته كويسه جدا. كان اصلا بص من كتر ما انا بشوفه كان قاري الملعب بشكل كويس، كان اوقات بيروح يغطي العكسيه ورا كريم فؤاد، شفنا كورتين في الشوط الاولاني هو اللي عدى، يعني عمل كروس كده لطيف جدا عبر للكرات من كانت يعني كوره مرتده علينا،
وكمل وغطى ورا كريم فؤاد، فبسم الله ما شاء الله عليك. طبعا ده غير الاسيست العظيم جدا، اللونج باس اللي تحسه من ريحه رامي ربيعه، رامي ربيعه اللي بيعملها حلو قوي يعني، يعني بجد فعلا كانت بالمقاس وبالمسطره، على الرغم ان هي كوره طويله جدا بس تحس ان هو عمل كده اي تحليل للملعب وطلع ليزر من عينه وحسبها ازاي وعملها بشكل كويس. طبعا هنتكلم على الهدف. فمحمد اشرف برضو من اللعيبه اللي انا بشوف ان هي هتبقى مستقبل مهم. زياد طارق، طبعا زياد طارق بقى من ايام كاس الرابطه وانا كلمتكم عليه كتير جدا، والفرصة الشقية، وطول الوقت على تويتر انا بكلمكم عن زياد طارق اللي بشوفه ظلم كبير ليه انه ما يبقاش بيتواجد كل مباراة. يعني زياد طارق حتى لو انت ما كنتش تعتمد عليه كلاعب اساسي، يعني انت زياد طارق ده فاشي يبقى ده جناح عندك وتلعب بالاجنحة بتاعتك المكسرة دي، بامانة بامانة يعني ظلم كبير جدا. ده انت حتى لو مش هتاخده اساسي في التشكيلة يبقى لازم يبقى بديل وينزل ويشارك ويلعب جزء من المباراة علشان يعني يستعد للسيزن الجديد. فزياد طارق ما شاء الله عليه. طبعا هنتكلم برضو على الهدف بتاعه. سيد غريب، الله اكبر يا جماعة، ايه المهارات دي؟ انت فعلا اخيرا عندك مهاجم فعليا زي ما قال الكتاب. دي مواصفات بقى المهاجم، دي بقى مواصفات المهاجم: تحركات، رؤية، تمركز، دقة وانضباط في التسديد، بالرجل ماشي، بالراس ماشي، زي ما انت عايز تقول قول. فبرضو انا مستغربة جدا ان انت يبقى عندك لاعب زي سيد غريب وتلعب بحسام حسن. يعني انا والله العظيم انا مش عايزة ابقى اتكلم الناس تاخدها بفكرة ان احنا بنخبط في اللعيبة الكبيرة علشان اللعيبة الشباب اثبتت انها كويسة. لا، انا بالنسبة لي عندي كونسيرن كبير جدا على حسام حسن وصلاح محسن ايا كان بقى مين كان بيلعب اليوم. فطبعا اتكلمنا على سيد غريب. انا بشوف ان اللعيبة محمد محمود اليوم عمل مباراة بيرفكت بجد، كان برضو كل تحركاته كويسة ولمساته كويسة على قد الرجعة، يعني على قد الرجعة. والله محمد محمود ده لو خد فرصته واستعد لياقته فعليا هتشوفه حاجة غير، ملوش حل. على القليلة على القليلة هو برضو، انا مش عايزة ابقى بعمل مقارنات علشان يعني ما يبقاش برضو ظلم اللعيبة المجهدة، ولكن انا من وجهة نظري بشوف ان تحركاته افضل وايجابياته اكتر من محمد مجدي قفشة. لاعب ايجابي ما بيلعبش لورا، لاعب دايما بيحاول ان الباص تبقى لقدام، فبالنسبه لي ده شيء ايجابي جدا. مش عايز انسى حد، انا بشوف لعيبه الاهلي حتى علي لطفي اليوم ما يعني لم يختبر طبعا بشكل كبير جدا، ولكن كان في كورتين كويسين او صعبين اتعامل معهم بشكل جيد جدا. لعيبه الاهلي كلها يعني كل الشباب اللي نزلت كانت تمام، وكل اللعيبه اللي شاركت كانت كويسه. فكره تغييرات سوارش يعني على قد ما زعلتني عشان انا كنت مستمتعه قوي بالاهلي وبالاداء الجمالي اللي هم عاملينه الشباب الحلوين، ولكن هو طبعا منطقيا هو لازم طبعا يعمل التبديلات دي، وحسم المباراه خلاص انت كسبان بثلاث اهداف، طبيعي ان انت بقى تجرب باقي اللعيبه اللي موجوده عندك على البنش، ولازم تعرف بقى ايه يعني مميزات كل لاعب علشان اللي جاي وعلشان تشوف انت هتطلع مين وهتحتفظ بمين. فالتغييرات كانت منطقيه، واعتقد وان شاء الله باذن الله باذن الله يبقى اول حد كده هيمشي من الناس اللي نزلت يكون صلاح محسن، اللي انا بشوفه يعني ملوش اي دور بامانه فعلا. والله مش موقف شخصي منه، بس انا فعلا ما بشوفش ان صلاح محسن ليه اي دور، بكل اسف، مع النادي الاهلي والله، مع الفرقه الكبيره بتلعب مع الفريق الاساسي التعبان المجهد ما بتعملش حاجه، بتلعب مع الشباب الحلو الجميل اللي عامل مباراه ولا اروع ما بتعملش حاجه. فانا من وجهه نظري بشوف ان صلاح محسن ارجوكوا كفايه كده عليه. خلوني اكلمكم عن اهداف مباراه اليوم اللي انا حقيقه استمتعت بيها جدا، كلها اهداف اجمل من بعض. الهدف الاولاني جه في الدقيقه 35، ثرو ديانج يا جماعه يدرس، يعني الثرو اللي عمله ديانج فعلا لازم كده نقف عنده كده. هنا ساسكت قليلا واتفرج على الجمال بتاع الثرو بتاع ديانج وكريم فؤاد، وتحرك كريم فؤاد والدخله اللي دخلها اوسا على كريم فؤاد دي فيها سجن يا جماعه، مش فيها انذار بامانه. يعني انا ما اعرفش، مش متخيله هو ازاي قلبه طوعه ان هو يدخل في الوادي، الدخله دي دخل فيه ده نطار الناحيه الثانيه. والحمد لله طبعا ان هو سيد غريب كان مكمل في الكوره ودخل هدف، طبعا هدف رائع جدا، تحرك كان ممتاز جدا، وفكره ان انت مكمل ومتابع على الكوره ده كان شيء ايجابي جدا. فبشوف ان الكوره دي كانت اعتقد ممكن يكون فيها كلام اكتر من الانذار، لانها فعلا تعمد ايذاء وخروج غريب مريب عجيب. يعني الهدف الثاني طبعا ده يا جماعه يعني هدف مساوي، هدف شيكابالي زي ما قلت لكم على تويتر. خلوا بالكم ان الهدف ده مهارة فردية وجاي من سكند بول، يعني جاي من متابعة الكرة كانت راجعة من دفاع الاتحاد، طيب ودخل قطع زياد طارق، خد الكرة رقص حلو قوي، لم الكرة قطم لجوه عدل شوت او ركن ركنة ولا اجدعها، يعني واحد عارفين بتوع الباركينج اللي بيبقوا في الشارع دول، والله ولا اجدعها واحد، ده ركنة معلمين الكرة دي
انا لما قلت ان هو هدف شيكابالي مش معناه ان هو هدف شيكابالي يعني ليس له اي فائده، لا هو شيكابالي ستايل، لان كده كده الاهداف الشيكاباليه هي بتبقى شكلها حلو قوي بس دايما بتكون ايه تحصيل حاصل او ملهاش لازمه. ولكن هدف زياد طارق نفس الستايل نفس الكوره انا حسيتها قوي كده، اللي هو لما في قطمه في ترقيصه في ركنه حلوه قوي ما هات من الشبكه يا اوسا، طبعا ما فيهاش كلام عشان كده انا شبهتها، لان مفيش اتنين طبعا يختلفوا على مهاره شيكابالا. ف يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. اللي انا عايز اقول ان حبيبنا وابننا الصغير سيد غريب تساوى مع شيكابالا بالهدفين، اللي هو نزل اليوم سجل هدفين كده وطلع عادي كده، يعني دول الهدفين اللي سجلهم شيكابالا على مدار السيزون كله اللي هم خدوا فيه الدوري. الهدف الثالث ده كان في الشوط الثاني، هدف برده رائع جدا جدا زي ما قلت لكم، كان من لونج باس من محمد اشرف اللي عينه حلوه جدا جدا ورجله حلوه قوي بالمزوره وبالمقاس، لعبها ليه احمد سيد غريب اللي لو عايز تقول شو ما اقول، عايز تقول بلياردو بالهيد قول، عايز تقول حطها بايده قول، يعني كوره رائعه رائعه. ولا شفنا صلاح عملها ولا شفنا حسام حسن عملها، اللي كان بيعمل الكوره بالدقه دي من وقت كبير او السيزون الماضي كان محمد شريف، كان بيلعب بالهيد بشكل كويس، ولكن يعني ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه محمد شريف، عمل الكوره بشكل ممتاز جدا جدا وسط مسمر. يعني انا شفت الكوره لما اتعملت مفيش اوفسايد، انا قلت هو هيخرج مثلا يحاول على الكوره مثلا بوكس يطيرها في اي حته هيعمل حاجه، لقيت وسط خض يعني ما تفهمش، هو كان فاكر ان اللاين مان هيرفع ولا ايه، فضل متمسمر كده في مكانه، لا منه خرج ولا منه رجع، كان واقف في شكل طبعا مش صح خالص. وبصراحه غريب معلم، انت غريب يا غريب، الواد الثقه اللي بيلعب بيها يا جدعان والله العظيم كانه لاعب كبير محترف بقاله سنين بيلعب في الملعب ده، بيلعب في في في, في الدوري عادي في في مع السكواد الكبير في وسط جماهير، يعني ثقته بحاله ورايق وهادي، واتخاذ القرار بيحتاج ان انت تبقى هادي، وبالتالي علشان كده الكرات بتطلع منه بشكل مميز. كان عنده كورتين تانيين اهداف برضو محققة، اعتقد انه كان ممكن يعمل احسن من كده، ولكن احنا راضيين جدا مع اول ظهور، اكيد بنقول له يعني بنقول لكل لاعبتنا الحلوة برافو عليكم، يعني والله برافو عليكم، انتوا فعلا اثبتوا ان انتوا رجالة وعاش، واعتقد ان في ناس تانية كتير جدا لازم تخجل من حالها. طبعا اللاعب محمد حمدي ميسي انا ما اقدرش احكم عليه دلوقتي لانه ما خدش وقته يعني كافي ان انا اقدر اشوفه، كان ليه اكتر من احد طبعا مع تحفظي على الالقاب دي بصراحه، لان انا ما بقتنعش بالكلام ده خالص. يعني انا بشوف ان هو ليه كام لمسه حلوين في الكوره بتاعه الطرد بتاعت لاعب الاتحاد كانت في دقيقه 69، هو لبسه انذار، هو خلاه يعمل معاه فاول طبعا لان هو خلاص رقص وعدى ورايح بقى ده رايح على الجول، فهو اضطر طبعا اللاعب ان هو يعمل معاه فاول، وده كان عنده انذار فخد انذار تاني وطبعا طرد مستحق. وفي كوره تانية عمل باصه حلوه قوي لتاو وللاسف ضاعت في ال 18، فدول كانوا لمستين حلوين بيبان ان اللاعب عنده كوره حلوه، ولكن طبعا لسه هياخد وقته. طيب فده كل اللي عايز اقوله في مباراه اليوم، ولكن في موضوع تاني مهم جدا انا لازم اتكلم فيه، ما ينفعش الحلقه تعدي ومن غير ما اقول على الاخ عصام عبد الفتاح وتطوير لجنه الحكام، وفي عك في عك في عك كده، في حاجات كده بتحصل غريبه بما اني ما طلعتش معاكم اليوم، فانا هقول لكم كده اختصارا الاحداث اللي حصلت، عشان ما اطولش عليكم. قال لك لجنه الحكام وتطوير لجنه الحكام وان كلاتنبرج هيبقى رئيس لجنه حكام، ده الكلام الاولاني. هوب الكلام الثاني ان كلاتنبرج هيبقى بيعمل في المنظومه وهيعقد جلسه مع عصام عبد الفتاح اللي هو رئيس لجنه الحكام لوضع استراتيجيه للعمل في الفتره المقبله للتطوير. طيب فاحنا كده دلوقتي عندنا اكتر من راي ان كلاتنبرج كان جاي على انه رئيس لجنه حكام، راجل جاي شنطه هدوم وجاي بقى مبوس كده وعامل لنا اجلي فيس في المطار، الصور بتاعته كانت موجوده، وبعد كده فوجئ ان هو طب انا رئيس لجنه حكام ولا انا جاي اقعد مع رئيس لجنه حكام اللي اعترض عليا وشلف لي اصلا على الهوا صوت وصوره، فانت ازاي هتروح تقعد معاه وهتحكي معاه؟ موضوع غريب جدا وغير مفهوم بالمره. ولكن في جمله ثانيه مهمه قوي او تصريح مهم قوي من عصام عبد الفتاح، تعالوا نقوله مع بعض ونشوف تفسيراتكم ايه، انتوا شايفين ايه؟ يعني ايعقل يعني الكلام ده بجد وحقيقي وهيمر كده مرور الكرام؟ هو هيمر مرور الكرام. عصام عبد الفتاح قال احنا لو جبنا 10 خبراء لن يطوروا التحكيم في مصر، والخبير الاجنبي لن يفيد الكره المصريه، احنا محتاجين واحد فاهم الامور داخل البلد. اللي انا سمعته ده يعني ايه الجمله دي؟ ايه الكلام ده؟ امور ايه حضرتك؟
هو انت بتاع الاحتواء وروح الفار وبروتوكول روح الفار والمصطلحات اللي هي المجعلصه الكبيره الغريبه العجيبه اللي انت اخترعتها في كره القدم اللي هي ملهاش اي علاقه بكره القدم، كل الكلام ده حلو، ولكن يعني ايه عايزين خبير فاهم الامور ماشيه ازاي داخل البلد؟ هو ايه علاقه الامور اللي ماشيه داخل البلد بالكوره؟ هو انا لما بروح اشتغل في مكان بشوف هو الامور ماشيه ازاي عشان اسلك اموري، ولا انا بشتغل بشكل عادل؟ مفترض ان انت بتطور بشكل عادل، ان كل واحد عنده حق ياخده. انت ليك حق كنادي اهلي هتاخده، انت ليك حق كنادي زمالك هتاخده، وكل واحد ياخد حقوقه الطبيعيه والمنطقيه. انا بتكلم على صعيد التحكيم. يعني ايه بقى الامور ماشيه ازاي داخل البلد؟ ده اعتراف يعني فضيحه مدويه، والله العظيم ما ينفعش تعدي كده. بس زي ما كابتن بيبو قال طبعا في الخطاب او في المصارحه الجميله اللي عملها امبارح اللي كلنا اتفرجنا عليها، مفيش حد بيتحاسب، والنادي الاهلي وادارته مش ضعيفه وان هي بتعمل كل اللي عليها، ولكن بكل اسف هم مش هيجيبوا الناس من بيوتها يحاسبوها. احنا بنوضح الحقائق وبنسردها وبنثبتها، بس احنا مش جهه محاسبه. طيب فالجهات اللي بتحاسب هي اللي المفروض تشوف القصه دي، وما اعتقدش ان حد هيشوف برضو القصه دي. وكمان في 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 حاجه مهمه جدا جدا قالها عجبتني، قال لك ما تجيش على رد الفعل وخليك في الفعل اللي في الاول. والاهلي طول الوقت رد فعل، يعني هم كمان طول الوقت بياخدونا لسكه ان احنا نبقى رد فعل، احنا ما بنبداش ابدا بافعال، وياخدك بقى لسكه تانية خالص ملهاش علاقه بقى بالكوره. طيب الغريب بقى والعجيب في الموضوع ان بعد يعني الكلام المحترم جدا جدا اللي كابتن بيبو قاله امبارح، وان مصر قبل الاهلي، وان النادي الاهلي يعمل للصالح العام وصالح مصر اهم وقبل اي حد، يجي واحد ملوش لازمة يقولك ان النادي الاهلي او كابتن بيبو بيقلب الجماهير على الدولة. هو انت لمؤاخذة بتفهم منين؟ يعني انت راسك في عقلك فين بالظبط عشان ابقى فاهمة؟ فين تقليب الجمهور؟ الراجل طلب دعم الجمهور، قالك دعم الجمهور وفي الوقت الحالي احنا محتاجين للجماهير بتاعتنا، ما قالكش انزلوا تظهروا يعني في الشارع. الراجل بيتكلم كلام محترم جدا ساعة كاملة، ولا لفظ خادش ولا لغه بذيئه ولا بودي لانجويج اوفر تنطيط وخزعبلات وشعوذه وحاجات توجع لك عينك، ولا طون صوت عالي، ولا اي حاجه ممكن تضايقك، كله كلام محترم ومهذب ومنسق. وبالاخير يطلع لك واحد بديل يقول لك اصل هو الخطاب بتاعه بيثير الفتنه وبيقلب الجماهير. حاجه غريبه جدا جدا. واجمل جمله قالها الاسطوره بتاعتنا وقدوتنا ان الاهلي مش للبيع. بصوا الجملة دي بصراحة غسلتني من جوة وساعدتني جدا جدا جدا. فيعني عايز اقول لكل جماهير النادي الاهلي، خليكوا الداعم بالوقت الحالي، خليكوا دايما ورا النادي الاهلي، بلاش نغمة الضعف ومن عملوش وما خدوش وقرارات، خلينا نبقى ورا فرقتنا وندعمها. دي كنتوا شايفين خلاص كل حاجة بقت عيني عينك، فبالتالي لازم نبقى احنا خط الدفاع الاول عن النادي الاهلي بدون تجاوز بدون اخطاء، علشان بس الناس ما تاخدناش لسكه مش تمام. باي ذا واي في ناس كتيره جدا بتخش عندي على القناه وبتكتب في الكومنتس كلام ليه علاقه بالسياسه، وانا رديت اكتر من مره وقلت انا لا بتكلم في السياسه ولا ليه علاقه بالسياسه، ومش هعمل بلوك لحد، يعني لكل واحد هو حر، بس فكره ان انت تاخدني لسكه ايه ده تتكلم في السياسه، ايه ده انت شايف ايه، وانا طبعا لا بتكلم في السياسه ولا حاجه، بس الكومنتس عشان يعني بتبقى هايلايتد شويه. فيعني يا جماعه والله اللي انتوا بتعملوه ده مش هيجيب نتيجه خالص، لان انا مش هتكلم ابدا في السياسه وماليش علاقه خالص بسياسات الدوله، انا بتكلم في الكوره كوره وبس. طيب تاني هقول الوقت الحالي نادي الاهلي محتاج جماهيره ندعم بشكل قوي جدا. نادي الاهلي بياخد خطوات ثابته مرضيه لينا بشكل كبير جدا، ان شاء الله الفتره الجايه هنشوف احسن واحسن. لعيبه الشباب دي كلها هي المستقبل، ان شاء الله نشوف منهم الافضل. ودي كانت موضوعات حلقتي اليوم، اشوفكم على خير، تصبحوا على خير. ثانك يو.